أهلا بيكم، وتغطية خاصة للمونديال كأس العالم بقطر 2022. كيروش يقلب الطاولة في المجموعة الثانية اليوم بعد فوز إيران على منتخب ويلز بهدفين مقابل لا شيء في الوقت الضائع النهاردة. يمكن منتخب إيران كان مفاجأة طبعا النهاردة الفوز، ودلوقتي المجموعة أصبحت معقدة بعد مباراة اللي هتتلعب كمان شوية ما بين طبعا انجلترا النهارده، انجلترا وامريكا. امريكا يعني ما عندهاش اي بديل غير انها تحقق نتيجه ايجابيه امام منتخب انجلترا، واعتقد ان المجموعه دي اصبحت متشابكه المجموعه الثانيه في كاس العالم بعد فوز ايران النهارده. طبعا منتخب القطري بيخسر 3-1 من اسود التيرانجا، واصبحت فرصته شبه معدومه في التاهل عن المجموعه الأولى. نرحب في البداية طبعا بكابتن حسام حسن نجم منتخب مصر السابق ومحللنا الرائع الواعد. أهلا بك حبيبي. الله يخليك، سعيد إن أنا موجود مع حضرتك النهاردة. كابتن حسام، طبعا هبتدي يمكن نتكلم بس نعدي كده على المباراة الأولى اللي اتلعبت النهاردة الساعة 12. طرد طبعا حارس مرمى ويلز الحارس وين بعد تدخل عنيف في الدقيقة 87، كانت النتيجة تعادل 0-0. بعدها على طول بدأت أهداف المنتخب الإيراني، يمكن دي كانت نقطة تحول في سير المباراة لصالح كيروش. يعني هو مباراة طبعا مهمة جدا لمنتخب إيران بعد هزيمة كبيرة قدام إنجلترا في المباراة الافتتاحية بالنسبة لهم في كأس العالم، لكن أنا بشوف إن كيروش من المدربين الكبيرة جدا، مدرب عنده شخصية وعنده رؤية مستقبلية وما بيستعجلش الأمور، يعني نفسه طويل وشفناه وتعاملنا معاه كويس جدا مع منتخب مصر، وانا بشوف ان هو مكسب كان مستحق لايران. النهارده لعبوا جيم كبير جدا قدام منتخب ويلز برضو اللي عمل مباراه كويسه، لكن الظروف خدمت ايران بشكل كويس. لكن انا ما زلت مصمم وعند رايي ان اي منتخب هيتخلى عن القدرات والامكانيات بتاعته والشخصيه الحقيقيه اللي هو بيلعب بيها قبل ما يجي المونديال مش هيحقق اي حاجه في البطوله، وده اللي عمله ايران في المباراه الاولى قدام انجلترا. تخلى عن شخصيته واسلوب لعبه في المقابل ان هو يشتغل دفاعيا اكتر، فبالتالي استقبل عدد كبير جدا من الاهداف، ودي كانت نقطه فارقه بالنسبه له. لكن ايران منتخب كويس، وانا اتوقع ان هو هيروح لنقطه بعيده في البطوله. يعني كابتن حسام، سبحان الله ما بين ماتش والتاني ايران، يعني كيروش النهارده شالوه، يعني كل اللعيبه شالوه بعد نهايه المباراه، وكان احتفال رائع لكيروش بعد ما كان الماتش الاول اتقطع على السوشيال ميديا، وان كان عندنا هنا كمان في مصر كان قاعد يقولوا ادي كروش اللي انتوا جبتوه، وادي كروش اللي انتوا عملتوه، اتغلب 6. لكن النهارده الامور اتغيرت تماما، لان اللعيبه حاسه بالموقف وحاسه بكم الضغوطات اللي انهالت على مستر كيروش وعلى المنتخب الايراني. وفي نفس الوقت انا عجبني جدا كيروش بعد المباراه مباشره وقبل حتى مباراه ويلز من خلال تصريحاته، راجل بيتكلم بمنتهى الهدوء، مش عايز يضغط لعيبته، بيرفع الضغوطات عن اللعيبه، ودي حاجه مهمه جدا. والنهارده بيجني ثمار الكلام ده بشكل كويس، وبيحقق مكسب كبير هينفعه كتير اول فتره اللي جايه. وبرده مباراته امام انجلترا هو مش بيلعب منتخب ضعيف، يعني بيلعب احد اهم واكبر المنتخبات اللي موجوده على مستوى العالم، هو المنتخب الانجليزي اللي بالنسبه لي المرشح بشكل قوي هو البرازيل اللي يكونوا موجودين في المباراه. اذا المنافسه في المجموعه الثانيه اصبحت الان ما بين انجلترا، امريكا وايران، ولقاء امريكا وايران بالتحديد كابتن حسام هو الذي سيحسم البطاقه الثانيه في المجموعه مع المنتخب الانجليزي. بالظبط، تمام. نروح بقى للمباراه الثانيه النهارده اللي كانت على استاد السمامه بين منتخب قطر صاحب الملعب والجمهور امام طبعا منتخب اسود الترانجا، وانتهت بثلاثيه، حسم الثلاثيه طبعا بامبا في الدقيقه 84 قضى على امال منتخب قطر. لكن المنتخب القطري النهارده لعب مباراه كبيره عكس المباراه الاولى تماما، ظهر بشخصيه افضل. سانشيز لعب مباراه كبيره، حتى يعني الدقيقة 84 قبل الجون كان مهاجم وضيع فرص، والنهارده كان يوم تألق للحارس السنغالي مندي، كان تألق النهارده تألق غير عادي، وشال يمكن 3 أو 4 أهداف لمنتخب قطر. كابتن حسين، يعني طبعا في حزن كبير جدا بالنسبة لنا، كنا بنتمنى إن قطر يعني تمشي أبعد من كده في البطولة، وكنا بنتمنى إن هي تحقق مكسب حتى لو على حساب الأداء أو الشكل الجمالي. لكن بالنسبة لي قطر النهارده مقارنة بمباراة الإكوادور، لا عملوا جيم كويس على المستوى الهجومي، اشتغلوا بشكل جيد جدا، وتحديدا الشوط الثاني في ظل بقى التراجع
الواضح اللي كان موجود عند المنتخب السنغالي. يمكن قطر لعب بنفس الاسلوب ونفس طريقه اللعب، لعب ب 3 5 2 في خط الظهر عبد الكريم الحسن، وبرده ادي ده الاحمر ده نعتبره منتخب قطر، وده الثلاثي اللي بيلعب على طول. وهم كان غير في حارس المرمى النهارده، غير سعد الشيب حارس المرمى بمشعل، وغير اللي هو لاعب اللي هو في نص الملعب جنب كريم بوضيف وجنب حسن الهيدوس، وادى حريه كبيره جدا لاكرم عفيف. عاصم مديبو عاصم في وسط الملعب، وادى حريه كامله لاكرم عفيف اللي شفناه النهارده، كان هو يعني تحول كبير جدا في اداء المنتخب القطري. بس على طول يا كابتن حسام كنا بنلاقي معز علي برده مظلوم في ان هو على طول موجود لوحده، مفيش مسانده سواء من الاطراف. يمكن محمد النهارده كان عمل اكتر من كره، الكره جه منها هدف منتخب قطر كان ناحيه الباك اليمين، رفع كوره لمونتاري البديل اللي سجل هدف رائع. وبرده مش عايزين نعرف سانشيز رؤيته في تاخير التغييرات يا كابتن حسام. انا بالنسبه لي غير مونتاري نزله في الدقيقه 78 يعني. انا بالنسبه لي يعني العلامه الفارقه بالنسبه للمنتخب القطري هي في الجهاز الفني بالنسبه لسانشيز. راجل واضح ان هو ما عندوش اي خبرات دوليه اطلاقا، وحتى السجل والارشيف بتاعه على مستوى التدريب السي في يعني ضعيف جدا، بقاله فتره طويله مع المنتخب، وبالتالي لازم يكون عارف امكانيات لعيبته بشكل افضل من بس كده. بس لازم برضو كل متابعينا نقول ان كان في كوره مثيره للجدل، طبعا هنعرفها مع خبيرنا التحكيمي كابتن عادل عقل هيتكلم فيها، لكن هي كوره تعتبر نقطه تحول في الدقيقه 34، بعدها على طول طبعا جه هدف منتخب السنغال الاول. كوره كانت ضربه جزاء صحيحه 100%، تدخل على عفيف جوه ال 18، اللاعب المدافع السنغال ما لمس الكوره خالص، لكن الحكم والفار يعني ما قالوش اي حاجه خالص، لكن الكوره واضحه جدا انها ركله جزاء كانت ممكن تغير شكل المباراه كابتن حسام. بالظبط يعني لانها بعدها بست دقائق جابوا الجون بالظبط يعني السنغال. حتى كمان الاهداف كلها اللي احرزها المنتخب السنغالي كلها من اخطاء دفاعيه. الهدف الاول كوره الراجل بيطلع ده قلشه غريبه بالظبط. بوعلام النهارده قلشه يعني ما تتقلش في مباراه يعني في كاس العالم بصراحه، قلش والكوره وقفت تحتيه لسه عايز يحرك رجليه، طبعا كان ديه كان قدر ان هو يجيب الهدف. بالظبط الكره اتلعبت هنا، طلع الكره بشكل خاطئ، قدر دياتيه ان هو يستغلها بشكل كويس. برده الهدف الثاني كره ثابته خطا في التمركز. الراجل قطع على المدافعين وحطها في البعيده بشكل بالزبط. سليم. برضه الهدف الثالث الراجل عدى من هنا من 2 3 وكمل على الخط وراح عملها بالعرض لتحت، بامبا خطا في التمركز وقدر ان هو يحسم المباراه. يمكن برضه كابتن حسام سانشيز اصر حتى بعد الخساره لما جه فيه الهدف الثاني برضه اصر ان هو يلعب بثلاثه في القلب، ما حاولش ان هو يغير ويجي لعب نص ملعب ويلعب باثنين ويلعب بيحول الطريقه بدل خمسه يبقى اربعه. بص يا كابتن هي الفكره ان دي كلها خبرات على المستوى الدولي بالنسبه للقياده الفنيه، لان المدير الفني مش بس يبقى واقف على الخط بيتفرج على المباراه زي الجمهور، لازم يكون عنده حلول ولازم يكون عنده تدخلات في توقيتات مهمه من اللقاء. الراجل خسران 2-0 ومصمم على نفس الشكل ونفس الاداء، حتى التغييرات بتاعته بنفس اسلوب اللعب. يعني الحاجه او الحسنه الوحيده اللي عملها لما مونتاري. نزل محمد مونتاري ولعب جنب المعز ولعب باثنين سنتر فيرود ومعاهم اكرم عفيف وهنا حسن الهيدوس قبل ما يطلع. بقى في ضغط عالي جدا على المنتخب السنغالي وبداوا يتراجعوا في وسط ملعبهم بشكل كبير، وشفنا اكتر من فرصه بالنسبه لقطر وقدر ان هو يستغل الكلام ده ويحرز هدف اول، وكان ممكن ان هو يحرز هدف ثاني وثالث، لكن وجود عدم التوفيق وان برده المنتخب القطري استفاق مؤخرا او بدا ان هو يفوق متاخر شويه في ظل ان هو بصراحه بعد الهدف الثاني اللي جه فيه هو ابتدى منتخب في ظل ان هو برده بيلعب انت النهارده بطل اسيا بيلعب بطل افريقيا. المنتخب السنغالي ليه صوالات وجولات في بطوله كاس العالم وعندهم خبرات كبيره، لعيبه بتلعب في اكبر الانديه في اوروبا، معاهم مدرب محنك وبقاله فتره كبيره جدا موجود معاهم وعارف امكانياتهم وقدراتهم كويس. يمكن لعبوا النهارده 4-3-3 بالشكل ده، وكانت الطريقه بتتحول كتير جدا ل 4-4-2 او 4-2-4 عشان يقدر يعمل ضغط عالي على المنتخب القطري ويستغل الكثافه اللي ملهاش اي لازمه. الشوط الاول كان باستمرار في اربع مهاجمين موجودين هنا كابتن حسام بالظبط كده الشكل ده، وبيلعب باثنين قدام في نص الملعب وادي الاربعه. ده كان شكل منتخب الاسود الترانجا في الشوط الاول، كان دايما في اربعه موجودين في الثلث عشان يستغل. هو عايز يضغط على المنتخب القطري لان هو عارف ان امكانيات خط الظهر في قطر امكانيات ضعيفه، ووجود كثافه عدديه في خط ظهر قطر بدون اي داعي وبدون اي استفاده قدر ان هو يغلطهم في كل المواقف. غلطهم في الكره اللي هي بتاعت وعلام الهند بالظبط، كل المواقف كانت كره عاديه خالص، يمكن كره
معموله من دي من دياتا هنا عم بيعمل كروس بالعرض وكروس ايه كروس على يعني مش عالي ده كره على الارض بالظبط قالشه غريبه جدا من ابو علام يعني نقلت الماتش نقله ثانيه خالص وخلتهم يخرجوا الشوط الاول وهم كاسبين 1-0 بالظبط يعني وهم اذكياء كمان منتخب السنغال عرف يتعامل مع الجيم بشكل كويس عنده حلول كتيره ادريسا جاي في وسط الملعب نبلس مندي عنده شيخو كوتي عنده برضو اسماعيل صار عنده برضو في خط الظهر الراجل ديالو كوليبالي. ونفس الكلام كوليبالي بيديهم برضو دفعه قويه جدا وفي نفس الوقت مهم جدا وفي نفس الوقت بيعرفوا يحافظوا على الكوره بشكل جيد وتحديدا في منطقه وسط ملعبهم وبيقدموا الادوار الهجوميه بتاعتهم بالشكل المناسب لامكانياتهم وقدراتهم لكن انا بصراحه شايف ان قطر النهارده لعبت جيم افضل من السنغال على المستوى الهجومي السنغال كانت اسوأ من المباراه بتاع او اقل نسبه من مباراه هولندا السنغال النهارده سيسي المدير الفني للمنتخب السنغالي استغل الثلاث فرص اللي جوه ما هي دي الفرق الكبيره انت شفنا المباراه بتاعه البرتغال وبتاعه غانا امبارح مباراه كبيره جدا ما بين الفرقتين سهوه بسيطه بالزبط. من المنتخب بالزبط. البرتغالي في اقل من دقيقه كان ممكن تكلفه ان هو يتعادل في اخر ثانيه في اللقاء فهي الفكره ان انت بتلعب في بطوله كبيره بحجم كاس العالم وانا زي ما قلت لحضرتك في البدايه اي منتخب رايح كاس العالم عشان يدافع بس ويعمل حساب للمنتخبات الكبيره هيخرج بدري ومش هيكمل في البطوله لازم المنتخبات تلعب بالاسلوب والطريقه والشخصيه اللي هي طول عمرها متعوده عليها يكون في حذر دفاعي ويكون في احترام للمنافس بشكل كويس لكن برضه في نفس الوقت يبقى عندك برنامج وعندك شغل هجومي تقدر تطبقه بمجرد ما تستحوذ او تستخلص على الكوره بالتاكيد يمكن يعني منتخب قطر النهارده لعب مباراه رائعه في خاصه في الشوط الثاني سانشيز يمكن تاخر في بعض التغييرات واما كان محمد مونتاري اللي نزله متاخر وقدر ان هو يسجل هدف خلي بالك كمان محمد مونتاري ده نزل مباراه الاكوادور واشتغل كويس قوي يعني هو بالظبط هو المصدر الخطوره في انا كنت اتوقع ان هو يلعب يعني هو ايجابي مونتاري ايجابي اكتر من معز علي عجوه بالظبط بيقدر ان هو يستغل المساحات عنده مجهود كويس بيلعب كرات العرضيه الهيدرز بتاعه برده مميز فيه وقدر ان هو يجيب الهدف الاول للمنتخب القطري وتقريبا يعني ده الهدف الوحيد لحد دلوقتي بس بالتاكيد النهارده مندي عوض الهدفين اللي هو اهداهم في مباراه هولندا يعني مندي كان تسبب في هدفين يمكن في اخر 10 دقائق من مباراه هولندا النهارده بصراحه مندي يعني غير الصوره تماما وكان من افضل لاعبي منتخب السنغال انقذ منتخب السنغال النهارده في اكتر من فرصه وانا بشوف ان مكسب السنغال النهارده يعني هيريحوا كتير خصوصا ان في مواجهه قويه ما بين هولندا والاكوادور اللي هيخسر من الفرقتين لسه الاكوادور هتواجه السنغال فبالنسبه له لما يروح وهو كسبان او متساويين شويه في النقاط الامور بالنسبه له بس هي بصراحه كابتن حسام يعني اللقاء اللي هيحسم البطاقه في طبعا بعد نتيجه هولندا والاكوادور كل الترشيحات في صالح المنتخب الهولندي لقاء السنغال والاكوادور هو من سيحسم بطاقه التاهل في هذه المجموعه يعني هو اللي هيحسم بس انا شايف ان قطر خلاص الموضوع بالنسبه لها بعد خلاص تماما الصداره هتكون في صالح هولندا امكانيات وقدرات على الرغم ان انا هولندا في مباراه السنغال ما كانتش مقنعه تماما بالنسبه لي السنغال كانت افضل في كل حاجه والهزيمه جت نتاج اخطاء فرديه من جانب ادوارد مندي لكن هولندا عندها خبرات كبيره تقدر ان هي تحسم المباراه في اي وقت الاكوادور برضو فرقه كويسه فرقه منظمه تشتغل دفاعيا بشكل كويس وشفناها في المباراه الاولى امام قطر وانا اتوقع ان هي تكون مباراه يعني فيها نديه قويه او مش هتكون سهله على المنتخب الهولندي يمكن كابتن حسام احلى لقطه النهارده يمكن في المباراه هو خروج بيدرو يعني بيدرو يعني تعبنا الماتش اللي فات وتعبنا النهارده يعني بيدرو مستواه غريب قوي يعني نزل طبعا مكانه وعد لكن بيدرو انا يعني يعني انا بصراحه يعني مستغرب كمان تفهم على مستوى بيدرو ده يعني مستغرب ان كمان اللعيبه دي مجنسه يعني المفروض ان انا النهارده لما بروح اجيب لعيب مجنس او بختار لعيب وبميزه على اللعيب المحلي بتاعي لازم يكون افضل في كل حاجه خصوصا ان اللعيبه دي زي ما قلنا قبل كده دول خريجي اكاديميه سباير بقالهم اكتر من 12 سنه او 8 سنين تقريبا مع بعض بنفس الجهاز الفني ونفس المدرب فبصراحه يعني اخطاء كتيره اخطاء اداريه اخطاء فنيه من جانب الجهاز الفني تحديدا لكن انا شايف ان قطر كمنتخب هو منتخب كويس لان هو النهارده قدر يلعب ويقدم جيم كويس وتحديدا الشوط الثاني قدام بطل افريقيا او فرقه فيها لعيبه على مستوى عالي جدا يعني
اذا استحق منتخب السنغال الفوز اليوم؟ اكيد طبعا. السنغال استغلت كل الاخطاء وقله الخبره اللي موجوده عند المنتخب القطري وعند سانشيز، اهدت اللقاء لصالح المنتخب السنغالي وسهلت عليه المباراه. اذا المنتخب السنغالي بطل افريقيا يتفوق على بطل اسيا منتخب العنابي بثلاثه اهداف مقابل هدف واحد، ويعني يضعف امال المنتخب القطري في الصعود. طبعا خساره مباراتين يعني فيها حسابات كثيره، لكن الموضوع صعب جدا ان يتاهل المنتخب القطري في هذه المجموعه، لكن يعني تجربه وخبرات للمنتخب العنابي في كاس العالم، يعني نتمنى له الافضل في المراحل المقبله. كابتن حسام حسن بنشكرك على وجودك معانا. في اي حاجه انا ما قلتهاش عايز تقولها تانية هنا؟ لا بس انا عايزين نوضح النقطه بتاعت الموقف بتاع المنتخب القطري، هل الموضوع مثلا ليه علاقه بعدد الاهداف ولا الموضوع ليه علاقه بالمواجهات المباشره؟ لو المواجهات المباشره خلاص كده قطر خسران اكوادور وخسران سنغال، هيبقى قطر كده موقفه صعب جدا. حتى لو حقق مكسب على حساب هولندا يبقى الموضوع بالنسبه له هيبقى صعب، لكن لو بعدد الاهداف ممكن فيها حسابات حتى لو حسابات ضئيله يعني. شكرا لك كابتن حسام. حبيبي كابتن وليد، وانا سعيد جدا لموجود مع حضرتك وكل متابعين منصه اليوم السابع في كل مكان. شكرا لكابتن حسام حسن. بالتاكيد يعني اداء مشرف للمنتخب القطري خاصه في الشوط الثاني، وبالتاكيد فرصه افضل لقطر في المواجهات القادمه، ونتمنى ان حتى يعني يعمل مباراه زي ما عمل مباراه النهارده قويه في الشوط الثاني، يعمل نفس الاداء بنفس الروح في وجود بقى مونتاري من بدايه المباراه القادمه امام المنتخب الهولندي، ويقدر ان هو يحقق نتيجه او يعني يظهر بشكل افضل في مباراه هولندا المباراه الاخيره له في المونديال ان شاء الله. يعني يعملوا مباراه كويسه ويمتعوا جماهيرهم بقى، لان ما فيش حاجه تستحق ان انت تتحفظ بالشكل الدفاعي اللي احنا شفناه وبرده بيبقى عندك اخطاء. شكرا لكم كل اعزائي كل متابعي تلفزيون اليوم السابع، تغطيه خاصه لمباراه قطر والسنغال. بطل افريقيا يفوز على بطل اسيا بثلاثيه، ومنتخب ويلز النهارده طبعا بالتاكيد يعني تضع فرصه في المنافسه في المجموعه الثانيه بعد الخساره من ايران بهدفين مقابل لا شيء في المجموعه الثانيه في كاس العالم. شكرا على حسن متابعتكم، خليكم دايما مع تلفزيون اليوم السابع، وتغطيات خاصة لمونديال كأس العالم في قطر.